مرحبا انا هنا انا هنا مرحبا مرحبا حلها وتعاود ثاني ديال التل تلي التل ولي ما خدمش التل راه ما دار والو هاد التل هذا راه سوا اللي كنقول لك التل سوا يعني ها انا خصي مولاتي سير عند مولتو ويدير لي بحال هكذا واش يخليك انا نخليك جي وشوفي وجربي ما كنعطيكش البراند ما كنعطيكش التيل واقف كنعطيك التيل لا سوا والقفيطين ديالو سوا كذلك حرير سوا سوا 100% سوا من الشيء كامل واش غادي نقول لك من 2500 درهم غنقول لك اليوم غير 1200 درهم 50% 50% 50% وكتاخذي بياسه اللي ما تلقاش في بلاصه اخرى هنا انا سيدي انا هنا انا انا سيدي انا سيدي العبار ديالها 3 متر ونص على متر ونص بالنسبه للعراسات بالنسبه للهوسه هي جات الهوسه سال عندك وبواحد الثمن اللي هو ثمن زوين 1100 درهم حنا اي حاجه كنيسروا معكم طلق كيف كنقولوا خليها تمشي بالنسبه للخدمه ديالها كيف كتبان لك راه مخدومه بالكارتي وداخل فيها كذلك حتى البرونز بغيت تخيطها بالبرونز يعني على هذا اللون هذا راه ممكن العبار ديالها 3 متر ونص على متر ونص بالنسبه للخدمه كيف كتشوف مع الفينيس والاسقا عندك شي ما تخممش كل عقيقه وكل حجره بالخيط ديالها انا سيدي هاللون دانس صحتك وراحتك لا لا تلبسي وتعاودي والله يكمل بالخير ولا تعاود شي بارك مسعود ندوز عاوتاني البياسه الثانيه وما كايناش شي حاجه كثيره هذا العرض هذا عاوتاني 50% اسمع معايا وتبع معايا وحل بالك معايا عطيني وديناتك الله يجازيك بخير 1100 درهم وبالنسبه للقطان ديالها الحسني ديالها راه حرير الا ما عجبكش اختي راك ديري اللون اللي عجبك انت على الذوق ديالك انت شاورتي معانا نقولوا لك داك الشيء اللي علمنا الله انا عاوتاني 1100 درهم انا كنقول وما قادرش نقولها 1100 درهم بياسات نقيين سلعه زوينه ثمن زوين عبار زوين اللوينات كذلك تما اللوينات زوينين ديال العروسه العروسه اللي حايره ام حنا وما عرفت ما دير لا لا رميسه تعطيك الحل جيبك فكره زوينه وجاها بالك خدمه نقيه وجايبه لك ثمن زوين المهم ما تبرسطيش راسك ما تشغليش بالك داكشي اللي بغيتي ان شاء الله غتلقاه هنا وغتلقاه باحسن ثمن بغيتي تشري هنا من هذا القناص مرحبا على راسي وعينيا بغيتي تجي عندنا المحل حنا كاين في حي الحسني شارع افغانستان الفرنس انا سيدي حبيبي ديما 3 متر ونص على متر ونص سكريني بشويه عليك بلاتي انا غادي كنصور بالعرض البطيء سلو موشن هانا ها البياسه الثالثه يعني راه ما كاينش شي حاجه كثير واللي ما خداتش عاوتاني الله يرزقها الصحه والسلامه الخير القدام ان شاء الله شعل الوين عاوتاني كيفاش دار انا خبر انا سيدي عبد الكبير دوري 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 دوره بالعماريه دوري طلع لي وردي عليا وشوفي لي كومونتير ديال المناسبات اش غيديروا شي نهار عرسك نهار عرسك كوني عالقين غتدبري على مليون كومونتير هانا تخلي كل شيء يدوفك الغادي والجاي اللي حبك واللي كرهك واللي ما عجبتي غتفقسي في هذه اللبسه هذه اللي دايره 1100 درهم انا سيدي حبيبي انا قريب نسال اصبر معايا بقاو جوج بياسات جوج لوينات هما اللي بقاو وبصحتكم وراحتكم وخليونا الراي ديالكم تما راه كيهمنا وكيهمنا بزاف يعني كنخدموا به وكنستافدوا منه وكيفيدنا بزاف الحوايج يعني غير لمحي حتى ما قدرتي تقولي والو غير لمحي انا راه معاك فهمتي انا راه عايش مع المراه وكنخدم المراه وكنفهم المراه ومن غيري ما كاينش اللي كيفهم المراه بحالي انا هانا سيدي 1100 درهم هانا انا كنفهمك لا لا انا كنعرفك شنو بغيتي انا كنخرج منك داكشي اللي في بالك اللي ما قدرتيش ترجميه بصعيب يترجمو لك قول لي شنو بغيتي وانا مع لا 1100 درهم هانا سيدي حبيبي وبقات وحده الاخر مدخل السومو فونسي شويه ولكن زوين غزال هانا 1100 درهم يعني هي 24000 ريال يعني هي 1200 يعني هي 120 اورو وبالصحه والراحه جو عندنا نيشان بلا ما نبقاو الدورو هانا وبصحتكم وراحتكم والراي مهم بزاف بزاف كيعجبني